بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. كما تعلمون إخواني الكرام، كنت قد وضعت مجموعة من الفيديوهات سابقا لطريقة الحصول على الانترنت المجاني على هاتفكم الأندرويد. طبعا يعني أنا شخصيا على ما أعتقد كنت الأول عربي الذي يضع هذه الفيديوهات منذ سنة 2012 أو 2011 على ما أعتقد، ويعني لاني استفيد منها في هنا في اسبانيا. يعني بطبع الحال وضع تلك الفيديوهات اخواني الكرام الكثير من الناس استفاد، البعض لم يستفيد. هذا بطبع الحال على سر يعني شركه الاتصالات وال يعني محميه بشكل اكبر الى غير ذلك، مجموعه من العوامل. هنا في اسبانيا سهل جدا ان تحصل على هذه الاشياء كما ذكرت، يعني واغلب تلك التطبيقات التي كنت قد شرحتها واستفاد منها يعني العرب بشكل كبير هو فريدوم، يعني في بي ان الذي هو موجود بشكل مدفوع يعني في بلاي ستور. بالامس قمنا بوضع هذه الطريقه التي كما ذكرت انا شخصيا رسلها الي يعني ملك كابريال، يعني الشخص مدون يعني واخ يقوم بالكتابه يعني في المدونه حوح للمعلومات منذ مده يعني منذ اسبوع على ما اعتقد. قلت له يعني خلاص وضعنا عدة فيديوهات فلا للطرق يعني الانترنت المجاني، قلت له يعني خلاص بدون الحاجة الى ان نضع من جديد يعني نفس الطرق، ولكن هذه الطريقة تختلف اخواني الكرام لان اشتغلت في معظم الدول العربية. انا شخصيا تابعت يعني مجموعة من المقالات ومجموعة من الاشياء يعني على الفيسبوك ومنشورة على الفيسبوك، وراسلني مجموعة من الاخوة الكرام بعد طرح يعني الموضوع بالامس فقط اخواني الكرام على مدونة حوح للمعلومات. الشيء الجديد في هذه الطريقة اخواني الكرام اني سوف نمنح لكم بشكل اسبوعي او بشكل يومي سيرفرات يمكن لك الاستفادة منها اكثر، لان هذه الطريقة تعتمد على يعني انشاء ملف كونفيج يعني فيه مجموعة من البروكسي البورت الى غير ذلك، مجموعة من الاشياء التي تمنح لك الحصول على الانترنت المجاني بالطريقة التي سوف نشرحها. ثم يعني بعد مدة ممكن أن تشتغل حتى شهر أو أسبوع أو لأيام يجب عليك مرة أخرى رفع نفس ملف آخر. يعني لذلك فكرنا يعني بحكم أن الطريقة شغالة 100% فكرنا أن نقوم بإنشاء قسم يعني في مدونة حوح للمعلومية سوف يتكفل يعني مالك كابريال يعني هذا الأخ الكريم بأن يضع يوميا أو كل يوم أو كل أسبوع هذه السيرفرات. المفروض منك أنت شخصيا بعد أن تشاهد أنه رجع يستهلك الرصيد الهاتف الخاص بك أن تقوم يعني فقط بالدخول إلى القسم الذي سوف أضعه في الغد يعني في المدونة في الأعلى وتقوم بتحميل تلك السيرفرات، يعني سوف يقوم برفعها كما ذكرت يعني ملفات الكونفيج التي هي عبارة عن سيرفرات يعني البورت إلى غير ذلك، الشيء التي تمنح لك يعني الانترنت المجاني كما ذكرت تقوم بتحميلها وتعمل نفس الطريقة. بالتالي سوف نضع لكم مجموعة من السيرفرات أسفل الفيديو الحين ملفات الكونفيج. يجب عليك تحميل يعني هذا التطبيق الحاقن الذي بطبع الحال موجود في بلاي ستور، لكن سوف تجده إلى الرابط أسفل الفيديو. ثم بعد تحميل الملف او التطبيق اضغط فقط على هنا ثم اضغط على امبورت كونفيج يعني الملف الذي كما ذكرت. عوض ان تقوم بهذه الاشياء يدويا فنسهل عليك الطريقه، ففقط حمل يعني هذه الملفات اضغط على امبورت كونفيج اذهب الى المكان الذي حفظت يعني فيه يعني فعلت انا شخصيا هنا حفظت فيه الملف، حمل اي ملف تريده. فهذه الملفات سريعه يعني كما ذكرت تمنح لك يعني انترنت سريعه، ثم فقط تضغط على هنا كما سوف تشاهدون لتحميل. يعني الحين قمنا برفع الملف سوف تجدون اسفل الفيديو تم اضافه يعني جميع البيانات الخاصه بالملف. نقوم فقط بالضغط على ستارت وتنتظر حتى يظهر لك يعني الصاروخ الموجود هنا. طبعا هذه الطريقه ايضا تحميك يعني خصوصيتك الى غير ذلك. صراحة الطريقة يا اخواني الكرام جيدة جدا ومجربة وسريعة بشكل كبير جدا، وكما ذكرت يعني نحن لا نكذب عليكم بهذا المفهوم، فالدافع الذي وضعني يعني اقوم بوضع هذه الطريقة لان اشتغلت عند مجموعة من الدول العربية كما ذكرت، وهذا الدافع الذي خصوصا في مصر الجزائر والمغرب بعض شركات الاتصالات. بالتالي سوف تجدون هذه الملفات بشكل اسبوعي في قسم على مدونة حوح للمعلومات، جرب الطريقة وان شاء الله سوف تستفيدون اخواني الكرام. اراكم ان شاء الله في مواضيع جديده، لا تدعمنا بالضغط على لايك ومشاركه هذا الفيديو بشكل كبير وكبير جدا كما ذكرت حتى يستفيد الجميع، لاني متاكد جدا بانكم سوف تستفيدون من هذه الطريقه. طبعا يجب عليك تفعيل بيانات الهاتف في الاعلى يعني 3G او 4G.
لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع. وزيارتنا دائما على موقعنا dolvisual.5.com ولما لا تنسى على فيسبوك facebook.com/@ أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.